على الحدود اللبنانية. الهدوء حذر منذ ساعات صباح هذا اليوم، لم يتم تسجيل أي عملية من قبل حزب الله حتى هذه اللحظة. هناك هدوء، ولكن هذا الهدوء يأتي بعد يوم شهد يعني إطلاق لأكثر من 46 قذيفة صاروخية من الجنوب اللبناني ونحو مناطق جديدة في الجليل الأعلى، منها أيرة الشهر التي استهدفت من قبل حزب الله ب30 قذيفة كاتيوشا، وأيضا المناطق الواقعة في بيت هلال وكريات شمون تم استهدافها بصواريخ الكاتيوشا والفلق بعد عصر الأمس، إضافة إلى انفجار مسيرتين مفخختين في منطقة كريات شمون. إحدى المسيرات تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية الإسرائيلية، أما الثانية فسقطت على مبنى وأدى الانفجار إلى إحداث أضرار في المبنى في منطقة كريات شمون. وعليه نتحدث عن استمرار لهذه المواجهة، استمرار لعمليات القصف والقصف المضاد، واستمرار أيضا لحالة الانتقاد الحادة من الإسرائيليين لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع هذه الحدود. بالأمس وصل إلى الحدود الشمالية كل من بنيامين نتنياهو وأيضا الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس. نتنياهو قال بأنه يتم الإعداد لخطط قوية ومفاجئة، والهدف من هذه الخطط تغيير الوضع الأمني على الحدود وإعادة السكان الإسرائيليين وتصميم إسرائيل على هذين الهدفين. فيما طالب جانتس نتنياهو بضرورة تحديد الأول من سبتمبر المقبل كموعد لإعادة الإسرائيليين إلى هذه المناطق الشمالية بالحرب أو باتفاق سياسي. ولكن على الأرض بدأ الإسرائيليون بالأمس إنشاء أول مخيم للاجئين الإسرائيليين بمبادرة من منتدى 1701 الذي ينشط في المناطق الشمالية، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة وللقول بأنهم منذ 7 أشهر وهم تم إجلائهم من هذه المناطق، و أيضا يحاولون الضغط لتحديد موعد ولإعادتهم مع تغيير الوضع الأمني على هذه الحدود. وتغيير الوضع الأمني هو بحاجة إلى إبعاد عناصر حزب الله وفقا للإسرائيليين، وأيضا تشكيل وضع مختلف يمنح حزب الله في المستقبل من استهداف المناطق الحدودية أو حتى من إطلاق الصواريخ واستخدام المسيرات المفخخة. من الجليل الأعلى مراسلنا أحمد جردة، شكرا جزيلا لك.